أهلا بكم مشاهدينا الكرام في المناظرة اليومية. أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية أن الصلاة في المسجد الأقصى مفتوحة لمن يأتي من البوابة الشرعية الفلسطينية وليس لمن يطبع ويتخذ من هذه القضية وسيلة للتعاطي مع الخطة الأمريكية المزعومة للتسوية. من ناحيتهم أكد دعاة ورجال دين آخرين مثل الإماراتي وسيم يوسف أن التحريم لا بد له من تحريم شرعي وأن الصحابة أدوا فريضة الحج في مكة حينما كانت تحت سيطرة المشركين. قطار التطبيع المتسارع بين إسرائيل والإمارات دفع أسرع ما كان متوقعا إلى استخدام رجال الدين والدعاة في هذا الصراع بين مؤيدي التطبيع وبين معارضيه. لنبدأ المناظرة. لنقاش هذا الملف الذي يعتبر شائكا معنا من تونس الشيخ حسن الشلغومي رئيس منتدى أئمة فرنسا. أهلا بك الشيخ حسن. ومعنا من استديوهاتنا في تل أبيب يافا دكتور إياد عامر الشيخ أيضا دكتور إياد عامر إمام خطيب مسجد الشهداء. دكتور إياد، يقول معارضو الفتوى الفلسطينية التي تحرم زيارة المسجد الأقصى في إطار التطبيع، يقولون أين هو النص الشرعي الواضح بهذا الصدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي ضيفك الشيخ حسن وأهلا وسهلا. لا شك بأن المفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين حفظه الله عندما أصدر هذه الفتوى أصدرها وقال في البداية بأن أبواب المسجد الأقصى مفتوحة للجميع، ولكن من يريد أن يأتي إلى المسجد الأقصى من أجل أن يتعاطى مع قضية صفقة القرن وهي الخطة الأمريكية الصهيونية الصليبية المزعومة التي تودي في النهاية على نهاية ما بقي لنا من كرامة في المسجد الأقصى فهي حرام، والحرمة تأتي عندما قال أنها ممنوعة باطلة، وهذه الفتوى قد صدرت من 2012 وليست جديدة، ولكن بحكم الاتفاق الجديد بين الإمارات وإسرائيل شدد المفتي الديار الفلسطينية على هذه الفتوى. وإذا ذكرت الشيخ وسيم يوسف فنحن نعلم بأن مصيره هو في السجن الآن لكثرة ترددهم ونفاقهم لحكامهم الآن، ويريدون أن يلمعوا أحذيتهم وهم في هذا أحرار، ولسنا نحن ممن يبيع كرامته ويذل أو يخضع لأي صفقة تريد أن تودي بحياة القضية الفلسطينية. نعم شيخ شلغومي، يعني حتى وإن لم يكن هناك نص واضح، ألا تخدم هذه الفتوى المصلحة الفلسطينية والتي تقول لا يجب إعطاء إسرائيل هدايا قبل أن تعيد الفلسطينيين وتعيد لهم حقوقهم؟ المعذرة أختي، أنا أحيي ضيفك الكريم وأحيي كل الشعب الفلسطيني وكل من يؤمن بالسلام كذلك، لكن المعذرة أنا أريد أسأل سؤال. قضية الأقصى لا تعم فقط الشعب الفلسطيني، كلنا نحن إذا في هناك خلاف سياسي مثلا مع الشعب الفلسطيني في رؤية الإمارات أو رؤية السعودية أي دولة كان، فمسجد الأقصى حر، كل مسلم يقدر يذهب ويصلي في ذلك المكان. إذا بهذه الفتوى معنى ماذا؟ أن ليس الإسرائيليين الذين يمنعوننا من الصلاة، إنما صاروا للأسف الشديد أصوات إخواننا الفلسطينيين. علينا أن نفهم أن هذا المسجد الأقصى ليس قضية للتسييس. لماذا لم يمنع الأتراك؟ لماذا لم يمنع أيدي أخرى منذ سنوات لم تمنع ولم تقام فتاوي بذلك؟ أرى أن المسجد كما قال الشيخ مباز رحمة الله عليه أن هذا المسجد وحتى الدولة اليهودية إذا كانت هناك مصلحة للمسلمين والاستقرار لماذا لا؟ لماذا نرى هذا الوجه يأخذون أعلام وصور الإمارات، حاكم الإمارات وحكام السعودية تذل؟ ألم يخدموا هؤلاء أول الناس خدموا القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ ألم يكن الآلاف والملايين منهم يعيشون في الخليج؟ لذلك أرى أن صوت العقل لم يعود ويكفي من لغة الحماس وتأسيس المسجد الأقصى. نعم دكتور إياد، يعني أليس الأقصى لكل المسلمين كما استمعنا الآن؟ يعني بغض النظر عن الجهة الحاكمة، ألم يحج في السابق الصحابة رضي الله عنهم إلى مكة وهي تحت حكم المشركين؟ لا شك، وليس في هذا الأمر التباس ولا هناك تردد بأن الأقصى للمسلمين، ولكن هذه الدعوات التي تحرص على
هذا المسجد الأقصى، نريهم ونريد الشيخ بالتحديد الذات الشيخ المبارك حسن أن يأتي ليدعو إسرائيل كما جاء وعانق الجنود الإسرائيليين في هذه الأراضي، أن يأتي ليدعو إسرائيل إلى التنازل والتنحي عن احتلال المسجد الأقصى، وأن السيادة ولا بد أن يرفع صوته عاليا، وأن السيادة هي أولا وأخيرا للمسلمين. فملياري مسلم في العالم نفوسهم أستاذ حسن تشتاق وتهوى القدس، ولكن بهذه الشروط والتي فيها وسيلة للتعاطي مع صفقة القرن، التي فيها إذلال للمسجد الأقصى وللقدس ثم بيع الأقصى وتجعل السيادة للكيان الصهيوني، فهذا بالنسبة لنا كمسلمين مرفوضين. فأريد من أمثالك وأمثال من يزعمون أنهم يحبون المسجد الأقصى، وهناك شرفاء كثيرون من أمثالكم بإمكانهم أن ينادوا ويطالبوا ويدعوا حقيقة إلى العقل السليم حتى في الكيان الصهيوني الإسرائيلي، لأن هناك منهم بعض المسالمين، ولكن نريد أن تعلو هذه الصيحات لتدعو أولئك إلى الكف عن الاحتلال وعن السيطرة والهيمنة. وكل من كان يأتي من البوابة الفلسطينية المشروعة وهي التي ضحت، فنحن أولى بالأقصى وبالقدس وبالمقدسات من أي إنسان فقط يتكلم من الخارج دون أن يقدم مليمتر واحد من أجل القضية الفلسطينية. نعم سيد شلغومي، يعني ألا ترى أن الأنظمة العربية تسخر دعاتها لصالح التطبيع، إذ لم نسمع أي داعية ضد التطبيع؟ هل هناك إجماع عند العلماء أن التطبيع يخدم مصلحة الفلسطينيين والمسلمين بشكل عام؟ المعذرة، نحن نعانق من أجل السلام، وليس والأسف الشديد صارت الظاهرة عند إخواننا الكثير سواء إخوة الفلسطينيين أو غيرهم، كل من لم خالف رأيهم إلا تهم بالخيانة وتهم بالعمالة وتهم بأشياء والأسف. لكن الله عز وجل يعلم الكثير من الدعاة والقادة العرب والمسلمين حسن نيتهم وخدمتهم كذلك للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وعلى رأسهم دولة الإمارات وحكام الإمارات والخليج وكثير الدول، ونحن في غناء بالذكر ذلك. أنا أؤمن بالسلام، أنا رجل أؤمن بالسلام والحوار، يكفي 60 سنة أخرنا، لو سمعوا القادة والشعب الفلسطيني كلام برجيب الله يرحمه لتغير الأمر. أنا أعلم أنهم يعانون، ونعلم أنهم في مصيرهم في تحديد قرارهم، فهم أحرار في ذلك، ولا أحد يتكلم عوض الفلسطينيين، ونحن نتكلم عن شيء يمكن للمسلمين. لماذا؟ أن يتعاملوا مع الإسرائيليين، يمكن للمسلمين أن يزوروا المسجد الأقصى، لماذا لا نزوروا بالملايين المسجد الأقصى؟ لماذا لا يكون، ربما سيكون أول نافع للاقتصاد الفلسطيني وأن يشتروا من إخوانهم، لماذا هذه النية المبيتة؟ لماذا يسيس المسجد الأقصى فقط لجزء معين من ذلك؟ نحن نؤمن بالسلام، نحن دعاة السلام، والأسف الشديد حينما تأخذ القضية من أطراف متطرفة حركات غيرها بدون أن أدخل في هذا المجال السياسي التي تخدم أحزاب معينة وسياسات معينة ودول معينة، انظر النتيجة ماذا تقدمنا. صاروا في فرنسا يقتلون باسم القضية الفلسطينية، محمد مراح قتل الكثير الأبرياء، يأتي يوم ما نحن نقول يكفي من ذلك. والدول كذلك، دولة الإمارات والسعودية وعمان والبحرين وكل هذه الدول هي دول لها سيادتها، تختار ما تشاء كما تتعامل سواء مع الدولة الإسرائيلية أو غير ذلك. نعم دكتور إياد، يعني الشيخ حسن يقول بأن كل شخص لا يوافق الفلسطينيين بالرأي يعني يتهم بالخيانة، والكثير يرون بذلك يعني دعنا نقول صحيحا أو على حق. هل تعتبر أن هنالك من يسعى لإخراج الأقصى من معادلة الصراع وإعطاء شرعية عربية وإسلامية للوضع الراهن فيه؟ أولا يعلم الشيخ الفاضل بأن القاعدة الشرعية تقول بأن حسن النية لا يبرر سوء التصرف، فلا نتمسك أحيانا وتمسح ببعض الأمور وهي في الظاهر جيدة، والدين بفضل الله عز وجل دين التسامح، ونحن نريد أن ننشر هذا الدين وهذا التسامح ليشمل العالم، ولكن نحن نريد كذلك أن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام قول كلمة الحق. فإذا كان من الدعاة من كل الدول العربية والإسلامية من يجرؤ الآن أن يقول بأن القدس هي عاصمة فلسطين وليست هي عاصمة الكيان الإسرائيلي الصهيوني،
فليجرؤ فليقل هذا الكلام على مرأى ومسمع الملايين من العالم. ولكن أقول بأن من يحدد الآن الصراع هو ليس أننا في فلسطين نريد أن نحول المسجد الأقصى إلى صراع سياسي. طيلة الفترات ونحن نحرم والمرابطون يحرمون من المسجد الأقصى، ليعلم القاصي والداني بأن الأقصى له أولاد الأقصى، ولا نريد أولاد حرام ليدافع عن المسجد الأقصى. وإذا فعلا أرادوا كل الناس أن يدافعوا عن المسجد الأقصى، ليأتوا ليقولوا للكيان الصهيوني، للكيان الصهيوني بأنك أنت الإرهاب، وأننا ننبذ الإرهاب، كما قال الشيخ حسن عندما التقى بالمتحدث الجيش الأركان الإسرائيلي في فرنسا، ولم يجد الشيخ حسن إلا أن يقول بأننا ننبذ الإرهاب الإخواني والحماسي والإيراني وغير ذلك، وأنا أرفض أي إرهاب، ولكن لم تقل أنا أرفض الإرهاب الإسرائيلي كذلك لجيشكم الذي يسمح لقطعان وزعران المستوطنين أن يقتحموا المسجد الأقصى وأن يعيثوا فيه فسادا وأن ينتهكوا الحرمات ويضربوا الأحرار والشرفاء والشريفات، ونحن ننظر ونقول بأن ديننا دين تسامح. نعم نعلم أن الدين دين تسامح، ولكن الدين ليس دين خذلان ولا تكذيب لقضيتنا الصادقة العادلة. نريد هذا الكلام أن نسمعه من أمثالكم ومن أمثال من يلتقوا بالإسرائيليين، ونحن ممن يلتقوا ليدعوا كذلك إلى العيش المشترك، ولكن لن نخجل أن نقول كلمة الحق في أي مكان ومع أي إنسان كان. نعم شيخ، يعني شيخ شلغومي، يعني سمعنا إلى ما قاله الشيخ دكتور إياد، يعني في حال أن هذا الطرف المؤيد يعني لدخول وصلاة في المسجد الأقصى مع هذا التطبيع، لما لا ينكر يعني ما تقوم به إسرائيل كما ينكر ما تقوم به حماس كما قلت منذ قليل؟ إليك هذا السؤال الشيخ حسن الشلغومي. وللأسف الشديد أننا أظن أن خرجنا من الموضوع عوض الحوار والحديث عن الصلاة وحرية المسلمين للصلاة في الأقصى، صار الموضوع يخصني تماما. أنا أريد نادي، لما هذه الحملة الأخيرة المسعورة التي صار يشتمون فيها ورأيناها على مواقع التواصل يشتمون فيها المملكة والسعوديين والإماراتيين، ورأينا كيف يأخذون صور القادة الذي أنفقت الملايين على الشعب الفلسطيني وخاصة على الضفة وغيرهم. نعم، ولكن كيف ترد على ما قاله دكتور إياد منذ قليل؟ معذرة، فهذا الأسلوب ما سمعنا هؤلاء حينما ينددون بالصواريخ التي باسم الأقصى وباسم القدس وفيلق ما أدري من أزلام ومرتزقة للأسف الشديد النظام الإيراني والنظام التركي. لماذا ما سمعناكم تكلمتم شيء عن الأتراك وعن الإخوان الذين دائما، أنا لما زرت أخيرا الأقصى وجدت عشرات والمئات من الأتراك يصلون، ولم سمعنا كلمة منكم لذلك، تهجمتم عليهم وتهجمتم على ذلك. سيدي، نحن مجتمع المسلم سواء في أوروبا أو في أي مكان لنا الحرية التامة، نحن نعيش بحرية تامة، نستطيع نصلي بكل حرياتنا، وهذا ليس فقط حشوكا أن ننقص في قضيتكم، نحن أنتم تتحدون باسم قضيتكم، لكم كل الحرية في ذلك، من منعكم من ذلك؟ أظن هذه المحاورة والأسف الشديد يعني خارج عن موضوعها، وإنما هي يريدون فقط لتسييس قضيتهم ويجعلونه تحت إطار المظلومية. إلى متى؟ السنوات التي تمضي والشعوب العربية تتألم من هذه القضية ولا تتقدم بسبب هذا الفكر وهذا الخطاب. نعم سيد الشيخ شلغومي، يعني أنقل لك ما يقوله البعض، يقولون إن كان حري بالدول العربية أن تشترط فلتشترط استعادة الأقصى إلى سلطة المسلمين قبل ترتيب زيارات عربية وإسلامية إليه، كيف ترد على هذا؟ أولا ما سمعت من ضيف كريم مع كامل احتراماتي له، ما سمعت شكره للقادة الإماراتيين لأنهم بسبب هذا أوقفوا عملية الضم، أليس كما تسمون الكيان الصهيوني أو السياسة الإسرائيلية أو سياسة نتنياهو أرادت عملية الضم لولا الضغط الإماراتي والخليجي وكثير من الدول على الإدارة الأمريكية بإيقاف عملية الضم؟ هذه أولا. ثم ثانيا، هناك مخططات، أنا أعلم علم اليقين أن القادة في الخليج أو في كثير من الدول العربية بعلاقات أمريكية وغيرهم تعمل عملا كاملا على حماية الأقصى، على ضروريات الأقصى مثل الأردن وغير ذلك. هذا لا نشك في أي قادة من هؤلاء في صدقهم
بالنسبة للشعب الفلسطيني وفي صيغتهم كذلك في قضية المسجد الأقصى. نعم ممتاز. دكتور إياد، يعني ألا يتطلب الأمر قليلا من البراغماتية والواقعية السياسية حتى فيما يتعلق بالأقصى، لأن قطار المصالحة العربية الإسرائيلية قد غادر المحطة إن لم يصل أولى محطاتها؟ لا شك أختي دانيا، ولكن غاب عن الشيخ الفاضل حسن أمور وعلم أمور. غاب عنه أن الصفعات التي يتلقاها بن زايد وشخبوط وغيرهم الآن بسبب هذه التي قال بأنهم أوقفوا قضية الضم، فنحن أولى وأعرف منك بما تقول الساسة والقادة الإسرائيليون الآن. يقولون بأننا لن نتنازل عن قضية الضم بتاتا، إن لم تسمع فاسمع وإن لم تعلم فاعلم. ولكن ما يغرر به الآن بأننا متمسكون في قضية الضم، أولا الضم بمعناه العام، هل توافق على أن إسرائيل تضم ما تبقى من الضفة الغربية إليها؟ وهل يعني توافق كذلك على أن يكون هناك ضم للعرب الداخل الفلسطيني إلى ما تبقى من الأراضي الفلسطينية؟ أنتم لا تعرفون ما هي قضية وما خبايا عملية الضم، ولهذا الصفعات التي يتلقاها بن زايد هي صفعة تلو الأخرى من القائد نتنياهو الإسرائيلي الذي يعرف وهو محنك سياسي أكثر من القادة العرب الذين تتفاخر بهم. ونحن نرفع القبعات للأردن لأنها الرعاية الهاشمية والوصاية الأردنية هي البوابة بفضل الله عز وجل لفتح المسجد الأقصى، وغير ذلك لا نريد أن نتمسح بأي قائد لا يريد إلا أن يمرر قضية صفقة القرن، ومن قضية صفقة القرن أن يجعل المسجد الأقصى الذي أنت تعلم أستاذ حسن بأن المسجد الأقصى ومحيطه هو يصل إلى 144 دنم و900 متر مربع، بمعنى أن كل دنم 1000 متر لمن لا يعلم، وهذا معناه أن هذا المحيط فقط للعبادة هو ضمن السيادة الفلسطينية الإسلامية، وهذا ما نريد أن نسمعه منكم، لا أن نوافق على عملية التطبيع وتأخذ بأن المفتي حفظه الله قال بأن المسجد الأقصى تحرم زيارته، لا تحرم زيارته. أهلا وسهلا ومرحب بكل إنسان مسلم أن يأتي، ولكن ليأتي ليس من النوافذ كاللصوص، ليأتي من البوابات كرجل له كرامة وله حرية وله كلمة ولا يخشى في الله لومة لائم. الشيخ شلغومي، يعني سيدي، يعني الإسرائيليون يؤكدون أنه في أي تسوية القدس والأقصى سيبقون تحت السيادة الإسرائيلية، وأن جبل الهيكل كما يسمونه هو رمز إسرائيل الأكبر. أليس هذا سبب لبعض الإصرار العربي على ما يبدو على الأقل في قضية الأقصى، المسجد الأقصى؟ أظن أن أغلب الدول العربية والأغلب الدول الإسلامية هي متمسكة بأن عاصمة الدولة الفلسطينية هي القدس، ومتمسكة بحرمية وقداسة المسجد الأقصى، ولا أظن أن هناك أي قائد عربي أو إسلامي وخاصة في دول الخليج والذي أتشرف أن أقولها على رأسهم، لأن هناك الآلاف من الفلسطينيين والمئات الآلاف من العرب والمسلمين يعيشون بكل كرامتهم سواء في الإمارات أو في السعودية أو في غير ذلك، لكن لما يقع خلاف سياسي لا يسمح لنا بالشتم والسب والشتيمة والقول يعني بطريقة، وللأسف الشديد تبين المليارات دفعوها منذ 60 سنة أو 70 سنة إلى الشعب الفلسطيني، أين ذهبت هذه المليارات؟ الانشقاق الموجود في الشعب الفلسطيني، أنا لا أريد أدخل في هذه المسائل، ولكن أنا أدعو أن إخواننا في الشعب الفلسطيني خاصة يعودوا ويتكلموا حقيقة بالفضل الذي منت به المملكة والإمارات وكثير من الدول وعلى رأسهم مصر، الخير الذي فعلته للشعب الفلسطيني سواء في تونس سواء في المغرب وفي غير ذلك، هذه الأولى. ثم ثاني، باقي كل المسائل تحل عن طريق الحوار، لا عن طريق الشتم والسب والشتيمة، ولا عن طريق وللأسف الشديد التخوين والتعييب وغير ذلك. هم في أنفسهم في داخل الشعب يخون بعضهم، حماسة لا تخون فتح، فتح لا تخون غير ذلك، يكفي من هذا الأمر. أنا أرى أن وحدتهم هي سبب لحل مشكلتهم، وخلافهم هي سبب أول للخراب. ثم أنا أريد أسأل سؤال، أي مواطن عائش في أمريكا وفي أوروبا يريد يزور الدولة الإسرائيلية أو يأتي بأي مكان، لماذا هم يمنعونه؟ أنا أؤمن بالحريات،
الآن نحن نعيش عالم القرن الواحد والعشرين. نعم. لهم الحرية. شيخ شرهومي استوقفني ما قلته من انقسامات فلسطينية. نعم سيكون معنا هنا معنا المتسع من الوقت، ولكن استوقفني ما قلت هنالك من يقول بشأن ما قلت عن انقسام في القضية الفلسطينية بأن يعني فئة كبيرة من العرب يتخذون من هذه ذريعة وشماعة لتبييض صفحة إسرائيل وسيطرتها على الأقصى. كيف ترد على هذا؟ بالطبع هناك من يستعمل ذلك، ولكن لماذا نستعمل في الجهة الثانية أخرى معذرة؟ ألا يستعمل الحركات الإسلام السياسي ما يسمى الإخوان هذه الشجرة التي تغذي الغاب؟ ألا يستعمل اليسار المتطرف عندنا في غير ذلك؟ أنا أؤمن بالسلام، أؤمن بحق الدولتين، هذا صوت من أصواتنا. أنا لا آتي لأخي ضيفكم الفلسطيني وأخونه حشا وكل، بل أحترم قضيته وأحترم رأيه. كذلك لماذا لا يحترم آراءنا؟ لماذا لا ينظر بنظرة يقول حاول أن نساعدهم؟ أن هذه الدول دول الخليج التي يتهكمون عليها الآن بالسب والشتيمة ساعدت القضية الفلسطينية. هناك خلاف ربما يروا البعض سياسيا ما اتخذته دولة الإمارات، هي دولة لها سيادة حرة ترى في المصلحة العامة. يقول بن باز رحمة الله عليه التعامل مع هذه الدول وإن كانت الدولة اليهودية أو غير ذلك إن كان له فيه مصلحة واستقرار المنطقة فلا عيب في ذلك. نعم دكتور إياد أنتقل إليك مما قاله الشيخ حسن، يعني ألم يحن الوقت لتغيير هذا الخطاب؟ القيادات في العالم العربي وحتى الشعوب لم تعد تعارض هذه التطورات، لماذا لا تعترفون في الأمر أو في واقع الأمر؟ لا شك، ولكن يعني يسيئني أحيانا أن أسمع من أمثال الشيخ حسن رغم أنني لا أستهجن أحيانا بسبب بعض مواقفه أنه يحمل حملا دفينا في قلبه ضد الإخوان أو ضد غيرهم، رغم أنني لم آتي ليدافع عن الإخوان أو غيرهم، ولكن كمسلم أردته أن يبقى ربما في جماعة التبليغ المسالمة التي لا تتحدث بالسياسة أو جماعة الصوفية التي يعني تكون محورها محور الصفاء ومحور الروح محور الروحانيات، بدل أن يحمل هذه الضغينة ليرضي وليلمع صورته أمام اليهود والعالم كله ممن يحتقرون وممن يكيلون بمكيالين ضد الإخوان المسلمين وغيرهم. وأنت أعلم بأن الإخوان المسلمين سواء كانوا في مصر أو غيرهم يقتلون، وأنت ممن لابد أن تقول كلمة الحق تسكت أو تقف عاجزا أمام مقتل الدكتور مرسي رحمه الله والدكتور عصام العريان وغيرهم. ونحن نفتخر بأننا سنقف مع أي إنسان ذو قوة في كلامه لله تبارك وتعالى، داعيا لله عز وجل ولا يثنينا، رضيت أم لم ترضى أو الناس لا يرضون. ولهذا لا نتهكم لنشتم أبدا، نحن يعني نحتضن كل الإخوة الذين يأتون إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، وكل قوافل البيارك من الحركة الإسلامية التي تأتي بفضل الله عز وجل بكل المصلين من الداخل الفلسطيني، لأنه حرم ومنع الإخوة الفلسطينيين من الضفة والقطاع من زيارة المسجد الأقصى، ولم يبقى إلا الداخل الفلسطيني الذين نحمل المواطنة الإسرائيلية، نحن الذين نزور المسجد الأقصى. لماذا لم تقل هذا للدول التي الآن تتفاخر بها وكأنها أدرت علينا بالملايين؟ نحن لسنا طلاب مال، نحن لسنا من أولئك الذين يكسبون. أنت تعلم بأن الصفقات المالية التي أتت بها أودت للأسف الشديد بكثير من القاضة. وإذا أردنا حقيقة أن نستذكر في هذه اللحظة فكان من حري بك شيخ حسن أن تستذكر بأن بعض أيام بعد أيام بعد ثلاثة أيام في 21/8/1990 شيخ حسن أريد أن أنتقل، كان حريق المسجد الأقصى. أريدك أن تتحدث عن هذه القضية أمام من تحاول أن تلمع صورته. ننتقل بهذا إلى الشيخ حسن، يعني استمعنا لما قاله دكتور إياد، يعني برأيك من يجب أن يحكم الأقصى وهل يحق لغير المسلمين بزيارته؟ نعم، أنا بالنسبة لي الأقصى، مسجد الأقصى، الحرم الإبراهيمي لجميع المسلمين بطوائفهم بأفكارهم بسياساتهم، المفتوح للجميع. وثانيا كذلك أتمنى أن الأقصى
كما الحرمين الشريفين الحرم المكي والحرم المدني تحت إشراف المملكة السعودية. أتمنى كذلك أن يكون الحرم الإبراهيمي مفتوح للجميع للفلسطينيين. ماذا عن تسمية الأقصى؟ وضيفك عفوا نعم. الضيف الكريم، ما سمعت كلمة يحكي بها على الدولة التركية وعلى السياسة التركية. سيدي الكريم، أعدل في قضيتك، مع المعذرة أنا أحترمك وأعزك ويشهد الله ما في قلبي. كما كلمت على الخليج، لماذا لا تتكلم على الدولة التركية، المعاملات التركية، السفر في ذلك؟ لماذا لم تكن هذه رسالة واضحة للجميع؟ هل الخليج هم الخونة؟ هل العرب اللي يصلي في الخونة؟ طيب بما أن الوقت يعني ينفذ منا، أريد أن أستمع إلى رد الشيخ دكتور إياد على ما قاله الشيخ أولا حسن. مشكور للأستاذ والشيخ حسن. نعم، أنا أقول بأن أولا الدولة التركية لنا عليها كثير من المآخذ، ولكن هذه الاتفاقيات التي عقدت نعم. وتمت بين إسرائيل وبين تركيا هي كانت بالسابق وليس جديد، ونحن نرحب بأي إنسان لك. ولم نعم. نخون أي إنسان عربي أبدا. إمام خطيب مسجد الشهداء من كفر قاسم وسيد حسن الشلغومي رئيس منتدى أئمة فرنسا، كنت معنا من تونس. مشاهدينا شكرا لكم، إلى اللقاء.